كتاب وكاتبات أعضاء منظمات وهيئات الحزب، السادة والسيدات أعضاء المجلس الوطني واللجنة المركزية للحزب، أول يوم للحملة الانتخابية التشريعية بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. ولعلمكم الكريم أن حزب الاستقلال يتقدم بمرشحين أكفاء من طينة الوزن الثقيل، لهم مصداقية في العمل، لهم مصداقية في التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم جميعا على الحضور، وهذا الحضور اللي يتميز أساسا بأنه هو انطلاق يعني الحملة، أولا بأنه حزب الاستقلال هو حزب متماسك الصفوف، متراس، قوي بمناضلينه، ولا أدل على ذلك من هذا الحضور الذي كان يقال عنه الكثير. يخصنا، قلت عليه أنا، يخصنا هذا التجمع، لا هم ولا في الشوارع، يظهر بأنه حزب الاستقلال حزب قوي وبأنه عنده مكانته الكبيرة في هذه الجهة. ومهما كان اللي يجيب ومهما تآمر علينا اللي تآمر، سيجد بأنه حزب الاستقلال صف واحد قوي تتحطم على على جداره كل هذه المؤامرات وكل هذه الدسائس اللي تحاكم. نحن نؤمن بالديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية، ما عندنا أي مثلا مؤاخذات على أي حد، ونعرف بأن الساحة مفتوحة للجميع، ولكن يجب بأن الجميع يتحلى بالمبادئ وبالأخلاق اللازمة، وبأنه اللي ينجح خاص الناس كاملة تحترم له نجاحه. لن أطيل عليكم كثيرا، ولكني أقول لكم إن شاء الله بأنه حزب الاستقلال سيعمل المفاجأة في الداخل وفي الأوسط إن شاء الله. بكم جميعا أحب من أحب وكره من كره إن شاء الله. رجال ونساء الإعلام، أيها الحضور الكريم، ها نحن اليوم في إطار الإعداد لانطلاق الحملة الانتخابية لحزب الاستقلال بجهة داخل وادي الدهب، والتي تهم الداخل وأوسط. المطلوب منا جميعا التعبية الشاملة لربح الرهان والفوز في المعركة، التضحية من أجل الحزب بالعمل الجدي، احترام الأخلاقيات السياسية، الابتعاد عن الشبهات وعن النقاشات المعمقة مع الأحزاب المنافسة. يجب علينا التركيز على أهدافنا والاعتماد على طاقتنا البشرية وقاعدتنا التي كانت دائما في المستوى المطلوب. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السيد رئيس مجلس الجهة، السيد المستشار البرلماني، كلهم باسمه اللي ساهموا ومن خلالهم انتم كاملين ترشيح هاي المجموعه قدامكم، انا محمد الامين والاخوه النواب ديالي. كان فضلكم وفضل وجودكم انتم ونضالكم وثقتكم فينا، ونتمنى على الثقه اللي عطاونا قوتنا كاملين وعطيتونا انتم نحضر فيهم قد عدد السكان كاملين. نتمنى عن هذا الحماس، والحمد لله على رأي استجابه قويه من مختلف الساكنه، يكفيك على ما عاد يسموني مرشحين الوحده. بغيت ناكد لكم مسألة أساسية وراه تكلم عنها رئيس الجهة، وهي وحدة الصفوف والتراس ديال الصفوف ديال مناضلين حزب الاستقلال في مدينة الداخل. نكون اليوم في هذا الحشد والتقبل اللي تقبلته الساكنة من مختلف لا دائرة وادي الذهب ولا دائرة أوسرد،
تعطيهم وتمنحهم ثقتها ان شاء الله في انتخابات 7 أكتوبر. نسمع ياسر، ولكن هذا ظاهرة صحية جدا، هذا دليل على قوتنا الحمد لله وعلى تماسكنا، لأن إذا كنا مالنا قويين عائلة الله وقويين بكم ما يعود قاع مسول عنا. اليوم تسمعوا راهو فلان خدام مع فلان، فلان مع ذاك، فلان مع ذاك. أنا كنقول بأنه أولا الحزب الوحيد اللي قدم ولا عبر بعض الناس عن ترشيحه من هنا لغير اليوم معاكم هو وامتثال مني القرار ديال الحزب وديال وحدة الحزب وديال هياكل الحزب. الأخ والشاب اللي هو محمد البنان واللي كان ربما وكان فعلا عنده نوايا بالتقدم بالشكل بلون الحزب وغيره، ولكن راكم سمعتوا تصريحاته منذ يومين، هذا دليل عن النواة الصلبة ديال حزب الاستقلال متماسكة وما انكسرت ولا يتوقف ولا يتوقف. نواة الصلبة ديال الحزب ما انكسرت ولا يتمتس. الواعي حتى تصور عنده قد يمس نواة هذا الحزب، لأنه هذا الإخوان وانتم كاملين اللي قاعدين على هذه الطاولة أنا نعتبرها نقبة حقيقية ديال الجهة. ديال المجلس الجهوي وهي مسؤولية كبيرة جدا. والصبح ولا النهار الثاني ناخذ المرشح في الداخلة ولا في وسط. أوفياء لله وجلالة الملك. وحزبنا ومبادئ حزبنا وجهتنا وحتى واحد من أهل الداخلية قد يوصل لهي المرتبة. هذا دليل بأن الرجل تبارك الله متمكن وعنده علاقات. ثانيا مشاريعه انتم تعرفوها كاملين بأنها